السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عنوانها ستيم جنريتر. الحقيقة موضوع الستيم جنريتر أو مولد البخار ما يكفي محاضرة واحدة، لذلك راح نقسمه إلى محاضرتين. المحاضرة الأولى راح ناخذ بها الفقرات التالية. أول ما نبدي بالموضوع نعرف شنو هو الستيم جنريتر، وبعدها راح ندرس تصنيف البويلرات، ثم ندرس نتعرف على الأجزاء الداخلية للستيم جنريتر، وبعدها ناخذ تايب اوف ووتر سيركوليشن، ثم راح نتعرف على بعض التعاريف المهمة اللي هي السيركوليشن ريشيو والفويد فراكشن والسليب ريشيو، حتى نقدر نعرف كيف نحسب التوتال درايفنج بريشر هيد، وبعدها راح نحسب او نحل في مثالين تطبيقية حتى نعرف شلون نحسب التوتال درايفنج بريشر. المحاضرة القادمة نكمل باقي الموضوع فصل الستيم جنريتر اللي هو راح ندرس بيه الفقرات التالية، اللي هي الأجزاء الداخلية مثل ما قلنا الستيم درام والبويلر بلو داون، ثم نجي بالتفصيل ندرس أنواع المبادرات الحرارية الموجودة بداخل مولد البخار اللي هي السوبر هيتر والريهيتر والإير بري هيتر، ونتعرف على كيفية السيطرة على درجة تحميص البخار، وبعدها ناخذ شلون نحسب الهيت بالانس داخل المبادرات الحرارية اللي هي السوبر هيترز، وأيضا نتعرف شلون نحسب الهيت بالانس لمسيطر البخار. نحل أيضا بعض الأمثلة، وبعدها نكمل باقي الموضوع اللي هو ناخذ فكرة عن الإيكونومايزر كويل والإير بري هيتر اللي هي باقي المبادرات الحرارية وأنواع الإير هيترات، ثم نحل مثال آخر، وبعدها ننهي الفصل بموضوع كيف نحسب الكفاءة الحرارية للمرجل. تعريف الستيم جنريتر هو الجزء اللي يتم به عملية تبخير الماء وتحويله إلى بخار لغرض استخدامه في توربينات البخارية لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية أو لإنتاج الحرارة اللي نستخدمها في العمليات الصناعية تكون ضرورية. تصنيف البويلرات نوعين بالأساس، اللي هي النوع الأول مثل ما لاحظ بالصورة اللي هي تسمى الفاير تيوب بويلرز. في هذا النوع تكون الغازات الاحتراق واللهب يكون داخل الأنابيب، وتنتقل الحرارة بطريقة الإشعاع والحمل والتوصيل عبر جدران الأنابيب إلى الماء اللي يملي الخزان هذا اللي تشوفونه لونه أزرق الأفقي، وبالنتيجة بسبب انتقال حرارة إلى الماء الموجود داخل الخزان هذا راح يتكون البخار ويخرج من أعلى الأسطوانة الكبيرة هذه. الحقيقة هي أغلب الأنواع من هذا النوع اللي تكون أفقية، الأسطوانة أفقية وممكن تكون عمودية. مثل ما نلاحظ هذا الجزء اللي هو البيرنر بالنسبة للبويلر يتم خروج اللهب بهذا المكان، وبعدها يدخل داخل الأنابيب يغير اتجاهها عدة مرات، وبعدين يخرج من المدخنة من هذا الجزء. الماء يكون موجود يملي الخزان الكبير، والغاز الساخن يدخل داخل الأنابيب الصغيرة، فبالنتيجة تكوين البخار راح يكون داخل الأسطوانة الكبيرة، ولسبب قطرها الكبير نسبيا وبالنتيجة فهيجي نوع من البراجل إلى القابلية أنه ممكن يشتغل إلى مدى واطئ من الضغط التشغيلي يصل قريبا أقل من 20 بار، وكمية البخار المنتج تقريبا 20 طن بالساعة، لسبب أنه ما يتحمل ضغط عالي لسبب الإجهادات العالية اللي تتكون بسبب كبر قطر الخزان. أغلب الاستخدامات اللي يكون شائع الاستخدام في مصانع في العمليات الصناعية مثل مصانع الأنسجة، مصانع الورق، السكر وما إلى ذلك.
أو بالاستخدامات التدفئة بالفنادق والمستشفيات وبالمباني الكبيرة. النوع الآخر من البويلرات يسمى الووتر تيوب بويلر، اللي هو على العكس، تصميم على العكس من الفاير تيوب بويلر. يكون الماء هو اللي داخل الأنابيب الصغيرة والغازات الساخنة خارجها، وبالنتيجة راح تكون عملية انتقال الحرارة من الغازات الساخنة اللي بالخارج إلى داخل أنابيب صغيرة عبر جدران الأنابيب بطريقة الإشعاع والحمل والتوصيل. هذا التصميم يتيح لنا تشغيل هيك نوع من المراجل إلى مستوى أعلى من الضغط، تصل قيمته إلى حدود 160 بار، وإلى كمية منتجة من البخار تصل إلى بحدود 500 طن بالساعة، وبدرجة حرارة حدود 550 درجة مئوية. ولذلك يستخدم هذا النوع من البويلرات في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل شائع جدا. مثل ما نلاحظ، المرجل هذا نوعا ما معقد، وممكن نلخصه بدورة الماء والبخار، ودورة الهواء والغاز العادم، ودورة الوقود. المرجل بشكل عام يتكون من غرفة كبيرة، مثل ما نلاحظ راح نرسمها هاي الغرفة. غرفة الفرن تكون بعملية احتراق الوقود، وبالنتيجة اللهب راح يكون بالوسط تقريبا. وعندك هنا هاي المدخنة اللي يخرج منها الغازات العادم، مرتبطة هاي الغرفة الفرن مع المدخنة اللي على اليمين بأنبوب أو مسلك توصيل الغازات العادمة بهذا الاتجاه. يدخل الهواء من هذا الجانب الخارجي عبر هذه اللي هي فورس درافت فان، اللي هو مروحة الدفع القصرى للهواء عبر فلاتر تصفيته من التراب والعوالق، يدخل إلى مبادل حراري أولي لقرى التسخين الابتدائي، ومن ثم يختلط مع الهواء والوقود إلى داخل الفرن لكي تتم عملية الاحتراق اللي هي تفاعل كيميائي، وبالنتيجة ينتج اللهب وينتج حرارة يتم انتقالها إلى الماء عبر الأنابيب. يخرج الغاز الساخن عبر مسالك الغاز العادم، ومثبتة بالتتابع على طول هذا المجرى مبادرات الحرارية. تنتقل الحرارة من الغازات العادمة إلى داخل هاي المبادرة الحرارية لغرض إنتاج البخار وتسخين الماء، ثم يخرج بالتتابع عن طريق المدخنة إلى الخارج. نبدأ بدورة مثل ما قلنا، دورة الهواء والغاز العادم مبدئيا أخذنا فكرة عنها، ونجي الدورة الثانية اللي هي دورة الماء والبخار. يدخل الماء القادم من مسخنات الهاي بريشر هيتر، الفيد ووتر من الهاي بريشر هيتر، يدخل بالبداية إلى المبادل الحراري الأول اللي هو الإيكونومايزر، واجبة رفع درجة الحرارة إلى قريب من درجة حرارة التشبح عند الضغط التشغيلي للمرجل. يخرج بعدها الماء من الإيكونومايزر ويتجه إلى البويلر درام، وبالنتيجة هاي البويلر الدرام تكون مرتبطة من الأسفل بأنبوب يسمى بالداون كامر، هسه راح نجي ناخذ فكرة بعد شوية عنها. وبعدها تتفرع من هذا اللور هيدر بالأسفل، مربوطة باللور هيدر، تتفرع من عده عشرات الأنابيب اللي هي تبطن الجدران الداخلية لهذا الفرن، قلنا هذا الفرن. وبالنتيجة هذه الجدران الداخلية اللي هي عشرات الأنابيب تكون يجري بها ينزل الماء إلى الأسفل داون كامر، ويتجه إلى الأعلى بالأنابيب المتجهة إلى الأعلى اللي هي تدعى بالجدران المائية أو الرايزر، ويتجه إلى مرة ثانية إلى الستيم درام. عملية التدوير هذه تنتج عنها انتاج البخار في الرايزرز، اللي هي تنتقل الحرارة لها بسبب الإشعاع والكونفكشن
بالدرج الأساسي الإشعاع ينتقل، والكوندكشن، والحمل أيضا إلى داخل الماء اللي داخل هذه الأنابيب، وبالنتيجة يتم عملية إنتاج البخار وخروج البخار إلى داخل أسطوانة البخار. يخرج البخار من هذه الأسطوانة يتجه إلى هذا الأنبوب نحو الكونفكشن سوبر هيتر اللي هذا مكانه موجود. هذا السوبر هيتر مواد الحراري يستلم الطاقة الحرارية من الغازات العادمة بطريقة الحمل، لذلك يسموه كونفكشن سوبر هيتر. وبعدها يخرج من هذا الأنبوب ويتجه إلى الراديشن سوبر هيتر اللي هو هذا. هذا الراديشن سوبر هيتر بالحقيقة يكون متدلي من أعلى سقف الفرن إلى الأسفل بسبب كون المنطقة حرارتها تقريبا تتراوح ما بين 1300 مئوي إلى 1150 مئوي، ولسبب ارتفاع درجات الحرارة هذه راح يصير تمدد بأنابيب السوبر هيتر، فمن الخطأ أنه تركيبه بشكل أفقي لأنه راح يصير بانهيار وبسبب الإعجاج اللي يصير بسبب التمدد الحراري. فمن الضروري تثبيته من جانب واحد، أما الجزء الثاني يتم تعليقه وبالنتيجة يسمح له بالتمدد الطولي. بعد أن يخرج من هذا الراديشن تايب سوبر هيتر يخرج مرورا بهالجزء هذا المهم اللي هو يسموه دي سوبر هيتر، واجبه السيطرة على درجة حرارة تحميص البخار عن طريق أخذ فرع من البويلر فيد ووتر اللي جاي من هاي بريشر هيتر اللي هو ماء مشبع تقريبا درجة حرارته أبرد من السوبر هيتد، ويتم مزجه مع السوبر هيتد ستيم اللي جاي من السوبر هيتر، وبسبب هذا المزج راح يخرج البخار بشكل درجة حرارة محمص لكن بدرجة حرارة مسيطر عليها بالسيطرة على كمية الماء المتردد بالدي سوبر هيتر. بعدها يدخل إلى السوبر هيتر الثاني من النوع المركب اللي هو تم بيسموه الباندنت سوبر هيتر، تم بعملية انتقال حرارة جزء منها عن طريق الإشعاع بهذا الجانب والجزء الثاني بطريقة الكونفكشن. ثم يخرج البخار المحمص من هذا السوبر هيتر ويخرج عن طريق المين ستوب فالف متجهين إلى توربينات الضغط العالي، ويجي من توربين الضغط العالي from high pressure turbine ويدخل إلى الريهيتر هذا اللي هو يعيد تسخين البخار إلى درجة تحميص. ونلاحظ أنه هذا المكان الريهيتر مثبت بجوار السوبر هيتر، لذلك هذه المنطقة تكون درجة حرارة تقريبا ثابتة. لذلك عادة نلاحظ درجة حرارة الريهيتر البخار اللي يخرج من الريهيتر هي تقريبا مساوية لدرجة حرارة البخار اللي يطلع من السوبر هيتر. بعد أن يخرج من الريهيتر يتجه إلى الانترميديت بريشر توربين وهكذا إلى اللو بريشر توربين، ثم يدخل مكثف ويتم يكمل دورته. إذا نلاحظ هاي المبادرات الحرارية مثبتة بالتتابع حسب تدريج درجة الحرارة، وبنهايتها يثبت المبادر الحراري الأخير اللي هو Regenerative Type Air Heater اللي هو ينقل الحرارة من الغازات الساخنة إلى الهواء اللي يهيأ لدخوله للفرن لغرض رفع درجة حرارة الهواء لرفع الكفاءة الحرارية للمرجل. إذن الأجزاء الداخلية للمولد البخار هي كالتالي، اللي هي الووتر وولز اللي هي هاي قلنا نسميها رايزرز، الستيم درام اللي هو هذا الجزء، والسوبر هيتر اللي هي أنواعه يكون الكونفكشن تايب سوبر هيتر والراديشن تايب سوبر هيتر، والنوع المركب اللي يدمج ما بين الاثنين اللي هو يسموه الباندنت تايب سوبر هيتر اللي يستلم الحرارة بجزء منها بطريقة الإشعاع والجزء الآخر بطريقة الكونفكشن، وأيضا الريهيتر اللي هو هذا الجزء، والاير بري هيتر اللي هو هذا، والايكونومايزر اللي هو هذا. نشوف اغلبها مبادرات حرارية، وبالاضافة الى الجزء الرئيسي اللي هو الفرن والحارقات
ومنظومة تسيطر على درجة حرارة البخار وعلى مستوى الماء داخل الستيم درام، وأيضا على ضغط الستيم بالمرجل، ونهاية الجزء الأخير اللي هو الأوكسيلري سيستم. الأوكسيلري سيستم المنظومات المساعدة لعمل المرجل ممكن تكون منظومة إزالة العسر من المياه، أو منظومة التسخين الأولي للوقود. هنا بهالصورة نلاحظ أنه الفرن الوقود مالته الفحم، لكن بشكل عام المحطات اللي مستخدمة بالشرق الأوسط متوفر بيها النفط السائل أو الوقود السائل، وبالنتيجة ما راح يستخدم الفحم، لكن هذا الوقود السائل إلى درجات. اكو قسم يسموه الهافي فيول اويل، اكو اللايت فيول اويل، وقسم اخر يسموه البانكر سي الوقود الثقيل. وبالنتيجة من الضروري تقليل لزوجته حتى لتسهيل عملية ترذيذه داخل المرجل. نلاحظ هذه الصورة منظومة الأوكسجيري سيستم للهافي فيول أويل، الغاية منها تسخين الوقود بواسطة البخار لغرض تقليل لزوجته، لغرض تسهيل عملية ترذيذه داخل الفرن. وبالنتيجة مثل ما نعرف عملية ترذيذ الوقود تساهم في رفع الكفاءة الحرارية للمرجل. خلنا ناخذ فكرة عن الشكل التالي. نلاحظ هذا الشكل يمثل لك العلاقة بين كثافة الماء وضغط الماء. نلاحظ هذه النقطة اللي هي الحد الفاصل للمنحنيين اللي هي تدعى بالكريتيكال بوينت. الكيرف الأسفل اللي هو يمثل لك كثافة الساتوريتد ستيم، والكيرف الأعلى يمثل لك كثافة الساتوريتد ووتر. فإذا عند الضغط لأي قيمة لضغط التشغيلي، لنفرض هاي القيمة خلينا نقول 150 كيلوغرام على سنتيم مربع، نلاحظ قيمة كثافة السائل المشبع تكون أعلى بكثير من قيمة كثافة البخار الجاف. هذا الفرق بالكثافة، لاحظ هاي القيمة اللي هي تمثل لك الفرق بين كثافة السائل المشبع عن البخار الجاف. كل ما يزيد الضغط نلاحظ قيمة فرق الكثافة تقل، إلى أن توصل هذه القيمة إلى مقدارها إلى الصفر عندما يكون الضغط مساوي إلى الضغط الكريتيكال بوينت للستيم. احنا ليش درسنا الشكل السابق؟ حتى نقدر نستوعب الموضوع التالي اللي هو أنواع types of water circulation system. قلنا احنا قبل شوية انه الماء يتم تدويره ما بين اسطوانة البخار، وبشكل بهذا الشكل يدخل الى الاسفل الى الداون كامر، انبوب الداون كامر الرئيسي، وبعد اللور هيدر اللي هو يتفرع من عدة عشرات الأنابيب اللي هي تغلف البطانة الداخلية للجدران المرجل اللي يسموها الرايزر تيوب. هذا طبعا الفرن، هذه جدران الفرن تكون معزولة بالداخل، قلنا هذه الرايزر تيوبز اللي تنتقل إليها الحرارة بواسطة خلينا نقول الإشعاع، وبالنتيجة هاي الفقاعات تتكون بسبب استلام الحرارة، وبالنتيجة تخرج الفقاعات إلى الأعلى وتذهب إلى السوبر هيتر. هذا الأنبوب اللي هو الداون كامر بسائل مشبع، والأنبوب اللي داخل الفرن اللي هو الرايزر بخليط من البخار والسائل المشبع، وبالنتيجة كثافة الخليط هذا نسميها الرو مين، والكثافة الماء المشبع اللي داخل الداون كامر الرو فلويد. رو فلويد قيمتها أعلى من كثافة الخليط، وبالنتيجة بسبب فرق الكثافة راح يكون هناك قوة دافعة اللي هي راح تدفع الماء وتخليه يجري بهذا الشكل. ومثل ما قلنا كل ما ترتفع وبسبب هالفرق بالكثافة راح يجري بدون الداعي إلى مصدر قوة خارجي مثل ما تكون مضخة أو ما شابه. طيب هذا فرق الضغط اللي
اللي يتكون نتيجة فرق الكثافة، قيمته نقدر نحسبها المعادلة التالية: فرق الضغط يساوي دلتا رو في الجي في الاتش، اللي هي هذه ارتفاع مستوى سطح الماء بالدرام عن اللور هيدر. دلتا رو هذه راح تساوي رو فلويد ناقص رو مين. رو مين اللي هي هاي قيمتها، والرو فلويد اللي هي هاي قيمتها. فبالنتيجة نشوف هذه الدلتا رو راح تكون عالية، هاي اللي هي دلتا رو راح تكون عالية لما يكون ضغط التشغيل منخفض. كل ما يزيد ضغط التشغيل دلتا رو تقل قيمتها. طيب، هذه دلتا بي اللي نحسبها اللي هي أقل قيمة اللي ممكن تسبب لك التدوير. فهنا هذه فرق الضغط لازم يتغلب على خسائر الضغط بسبب الاحتكاك وبسبب الحنيات والخسائر اللي تكون في مجرى الفلويد. وبالنتيجة لما تكون خسائر الضغط أعلى، يعني فريكشن لوسز دلتا بي فريكشن لوسز، لما قيمتها تكون أعلى من هاي القيمة الدلتا بي اللي نحسبها، ما راح يصير تدوير، وبالنتيجة ضروري أن نستخدم مضخة للتغلب على خسائر الاحتكاك وخسائر اللوسز داخل منظومة تدوير المي. فإذا كل ما يزداد الضغط التشغيلي للمرجل راح تكون دلتا بي بين الاثنين القيمة هذه واطية، وتكون القيمة الدلتا بي المحسوبة هذه أقل من خسائر الضغط اللي موجودة فعليا داخل منظومة الأنابيب، وبالنتيجة نستخدم مضخة خارجية مساعدة أو بوستر بامب الغاية منها التغلب على الاحتكاك داخل الأنابيب. فإذا عندك هنا منظومتين، منظومة الناتشرال سيركوليشن اللي هي ما موجودة بها المضخة، ومنظومة الفورست سيركوليشن اللي هي راح نستعين بمضخة لغرض تدوير الماء. فإذا من البديهي أنه الفورست سيركوليشن سيستم يستخدم هذا المنظومة في البويلرات اللي يكون ضغط التشغيلي عالي. نجي نتعرف على بعض التعاريف المهمة، اللي هي نبتدي بالسيركوليشن ريشيو. السيركوليشن ريشيو تمثل لك النسبة بين مقدار التدفق الكتلي للماء المار داخل داون كامر إلى مقدار التدفق الكتلي للبخار اللي يخرج من الستيم درام. وبالنتيجة لو نسوي عملية بسيطة رياضية راح تكون circulation ratio تساوي 1 تقسيم ال dryness fraction في هذا المكان اللي هو اللي يخرج البخار من الرايزر تيوب. تتراوح ال circulation ratio ما بين 6 إلى 25. طيب، مقدار التدفق الكتلي الماء اللي يجري داخل الداون كامر ممكن نحسبها من هاي العلاقة. نلاحظ حاصل ضرب الرو الفلويد اللي نجيبها من مقدار الضغط من جداول البخار في معدل سرعة الجريان للماء داخل الداون كامر في المساحة المقطع للأنبوب الواحد من الداون كامر في عدد الأنابيب الداون كامر. فمساحة المقطع اللي هي باي على 4 في القطر الداخل مربع القطر الداخلي لأنبوب الداون كامر في عدد الأنابيب في البويلر الواحد لعدد أنابيب داون كامر تتراوح يا أما 6 أو 8 وأحيانا توصل إلى 20 أنبوب. أما بالنسبة لمعدل سرعة الجريان فتتراوح من 0.4 إلى 1.4 متر بير سكند. بالنسبة للتعريف الآخر اللي هو الفويد فراكشن يمثل لك حاصل النسبة ما بين حجم البخار إلى حجم الخليط خليط البخار. في المقطع الواحد ممكن نعرف الفويد فراكشن تساوي مساحة البخار إلى مساحة الخليط، فلذلك راح تكون 1 minus void fraction راح تساوي مساحة الفلويد إلى المساحة الكلية للخليط
وإقحاص القسمة المعادلتين هذين اللي راح تنتج هاي العلاقة اللي هي راح نستخدمها بالفقرة الجاية اللي هي area fluid تقسيم area gas تساوي 1 minus alpha على alpha. السليب ريشيو تمثل لك النسبة بين معدل سرعة الفيبر إلى سرعة الليكويد لخليط يجري داخل أنبوب. نسبة الجفاف مثل ما نعرف هي حاصل قسمة كتلة الفيبر إلى الكتلة الكلية للخليط، ومثل ما نعرف الكتلة تساوي رو أي في الفي، هاي بالنسبة للغاز على الماس مالت الخليط، وتساوي ممكن هاي الرون تساوي 1 على الفي غاز، وبالنتيجة راح تنتج هاي العلاقة. طيب هاي بالنسبة للاكس، اذا قلنا وين ماينس اكس تساوي راح تصير تساوي اريا فلويد في الفي فلويد على الام في السبيسيفيك فوليوم. طيب اذا قلنا حاصل ضرب الوسطين في الطرفين للعلاقة اللي بالاعلى راح نقدر نستنتج انه الفي غاز راح تساوي الاكس في كتلة الخليط في السبيسيف فوليوم للغاز على الاري غاز، وبنفس الطريقة نسوي حاصل ضرب الطرفين الوسطين هاي المعادلة راح ينتج الفي فلويد راح تساوي 1 ماينس اكس في ام الخليط في السبيسيف فوليوم للفلويد على اري فلويد. ولما نجي نقسم هاي المعادله على هاي المعادله راح تنتج لنا هاي العلاقه الفي غاز على الفي اف اللي هي تمثل لك السليب ريشيو تساوي الاكس في غاز اري فلويد على الاكس على الاريا عفوا اريا غاز 1 ماينس اكس في الفي اف. اذا هذه تمثل لك السليب ريشيو راح تساوي الاكس على 1 ماينس اكس في اري فلويد على اريا غاز في الفي غاز على الفي اف، وبالنتيجه راح نستنتج نقدر نستنتج العلاقة نحسب السليب ريشيو من معرفة الدراينس فراكشن والفويد فراكشن وحاصل قسمة الفي غاز على الفي فلويد من هاي العلاقة الكلية. طيب مثل ما نعرف انه السبيسيفيك فوليوم من الخليط تساوي 1 من اكس في الفي فلويد زائد اكس في الفي غاز وتساوي في فلويد زائد اكس في اف جي، وايضا رو للميكشر تساوي 1 ماينس فويد فراكشن في الرو اف زائد الفا في الرو جي، وان تساوي رو اف في الالفا رو اف جي. مثل ما نعرف الفا الفويد فراكشن تساوي حاصل قسمة الفوليوم اوف فيبر على فوليوم الخليط، اذا ممكن نقول انه الالفا تساوي اكس في غاز على الاكس في غاز زائد 1 ماينس اكس في السليب ريشيو في ال في اف، وتساوي هاي العلاقة مثل ما تشوفوا امامكم اللي نقسم على الاكس وراح تساوي 1 على 1 بلس 1 ماينس اكس على الاكس في ال في اف على ال في جي في السليب ريشيو. هاي العلاقة ممكن نسميها بساي، فبالنتيجة راح تكون الالفا الفويد فراكشن تساوي 1 على 1 بلس 1 ماينس اكس على اكس في البساي. مثل ما قلنا البساي نعرفها على حاصل النسبة بين الفي اف على الفي جي في السليب ريشيو. اذا ممكن نستنتج من هاي العلاقة انه الاكس ترانس فراكشن تساوي 1 على 1 بلس 1 ماينس الفا على الفا في البساي. كل ما نرتفع الى الاعلى تزداد تركيز البخار بالداخل الرايزر، وبالنتيجة راح تكون كثافة خليط الماء والبخار الى الاعلى اقل بكثير من كثافة السائل المشبع اللي يدخل بالرايزرات. وبالنتيجة اذا عرفنا علاقة التوزيع الرو ويا ارتفاع الرايزرات، وبالنتيجة نقدر نقول رو اوف الفانكشن مع رو اوف واي الرو مين راح تساوي انتجرال من 0 تو اتش رو اوف واي في الدي واي تقسيم الاتش اللي هو ارتفاع الرايزرات. طيب هنا اغلب الاحيان يكون البويلرات او الرايزر او الفرن ارتفاعها عالي نسبيا، وبالنتيجة راح يستلم فيض حراري موزع غير منتظم التوزيع على طول انابيب الرايزرات. وبالنتيجة في حالة كون نون يور فور اكسيال هيت فلكس راح نقدر نحسب
الرو مين للخليط من هاي العلاقة البسيطة اللي هي رو فلويد زائد الرو اكزيت على 2 اللي هي معدل ما بين كثافة الماء المشبع اسفل الرايزر زائد كثافة الخليط اللي يخرج من الرايزرات، نجمعهن نقسمهن على 2 وهي هاي قيمة الرو مين. واذا كان الفرن واطئ نسبيا فبالنتيجة نقدر نعتبر انه الفيض الحراري دا يتوزع بالتساوي على الرايزرات، وبالنتيجة راح يكون يونيفورم اكسيال هيت فلكس، وبالنتيجة راح نستخدم هاي العلاقة نوعا ما معقدة اللي استنتجوها الباحثين من البحوث اللي اجروها على موديلات المراجل. ونلاحظ لحساب الرومي من هاي العلاقة من الضروري نعرف القيم التالية اللي هي رو اف ورو جي والبساي والفويد فراكشن بالمخرج للرايزرات. ولا تنسى هنا اكو لين فانكشن شوية تنتبه لها. طبعا ما مطلوب انك تحفظ هاي المعادلة، احنا بالمسألة نقول لك يابا الفيض الحراري منتظم التوزيع، فلاح نعطيك هاي المعادلة وراح تستخدمها لحساب الرومين. واذا قلنا الفيض الحراري غير منتظم التوزيع او ما قلنا او سكتنا في النتيجة، ممكن تستخدم هاي العلاقة البسيطة لحساب رو مين. طيب لحساب الدرايفنج بريشر هيد نستخدم العلاقة البسيطة التالية اللي قلنا دلتا بي درايفنج بريشر تساوي دلتا رو اللي هي رو فلويد ناقص رو مين في جي في الاتش، حيث اتش ارتفاع الداون كفر من مستوى اللور هيدر، التعجيل الأرضي جي اللي هي 9.81 متر بير سكند سكوير، رو فلويد اللي هو كثافة السائل المشبع أسفل الرايزرات، ورو مين اللي هو كثافة خليط البخار والسائل أعلى الرايزر تيوبس. نحل المثال، يقول لك فرن ارتفاعه او فرنس وول رايزر انبوب رايزر داخل فرن ارتفاع الانبوب 18 متر، قطره الخارجي للرايزر تيوب اللي هو 76.2 ملي متر يعني تقريبا 3 انجات، سمك الانبوب 6.1 ملي، يستقبل ساتوريتد ووتر بضغط 10 بار ويجري بسرعة 1.5 متر بير سكند. وعلى فرض انه السيركوليشن ريشيو قيمتها 12.5 والسليب ريشيو قيمتها 1.2، احسب the pressure head developed اللي هي دلتا بي درايفنج بريشر، وايضا يريد منك الفويد فراكشن بمنطقة خروج السائل او الخليط من الرايزرات، واخيرا يريد منك معدل الفيض الحراري اللي يسقط على المساحة اليونت بروجكتد اريا للرايزر تيوب. فاذا خلينا نجي نحسب الدلتا في دلتا بريشر درايفنج فورس اللي هي هذه المعادلة، هذه المعادلة حتى نحسب دلتا بي درايفنج بريشر لازم نعرف ال H اللي هو معطاه بالسؤال، ال G احنا نعرفه قيمته 9.81، بقد نحسب انه الرو فلويد والرو مين. الرو فلويد نحسبها من جدول البخار، نجيب قيمة ال VF ونقول الرو فلويد يساوي 1 على VF، اذا هاي اصبحت معروفة. اما الرو مين ان هي طالما ما قلنا شيء على الفيض الحراري، وبما انه الارتفاع نوعا ما عالي، وبالنتيجة نقدر نفترض انه الفيض الحراري غير منتظم التوزيع، وبالنتيجة نقدر نحسب الرو مين من العلاقة البسيطة التالية اللي هي رو فلويد اللي حسبناها قبل شوية زائد رو اكزيت اللي هي مجهولة على 2. طيب رو اكزيت شلون نجيبها؟ نقول رو اكزيت تساوي 1 على الفي اكزيت، وهذه الفي اكزيت تحسبها من هاي العلاقة التالية بمعرفة الفي اف، والفي جي ايضا نجيبها من جداول البخار عند ضغط 10 بار قيمتها هذه، ولازم نحسب ايضا الاكس دراينس فراكشن ب
البخار في منطقة بهاي المنطقة لخروج من الاكزيت الـ dryness fraction، نقدر نحسبها من هاي العلاقة اللي هي تساوي 1 على الـ circulation ratio، وبما انه circulation ratio معطاه فاذا الـ dryness fraction اصبحت قيمتها معروفة، وبالنتيجة نطبق هاي الارقام بكل المعادلات اللي قلناها لحساب الدلتا بي درايفنج فورس. المطلوب الثاني هو معرفة الفويد فراكشن بالرايزر اكزيت، نقدر نحسبه من هاي العلاقة بمعرفة قيمتين البساي والدراينس فراكشن اللي حسبناها قبل شوية. البساي نحسبها من هاي العلاقة الفي اف والفي جي، نقسم الفي اف على الفي جي اللي هي جبناها قيمتها من جدول البخار والسلب ريشيو معطاه بالسؤال، فاذا عرفنا قيمة البساي نطبقها بهاي المعادلة فراح نقدر نعرف الفويد فراكشن. المطلوب الاخير اللي هو مطلوب انك تعرف الفيض الحراري اللي يسقط على المساحة المواجهة يونت بروجكتد اريا، فاللهب راح يشوف الانبوب المساحة المسقطة اللي هي مستطيل، اذا المساحة طول القطر في الارتفاع هي مساحة المستطيل المساحة البروجكتد اريا، وكمية الحرارة اللي يستلمها الرايزر تساوي ام دوت اكزيت للبخار في اتش اف جي اللي نجيب قيمتها من الجداول عند الـ10 بار اللي هو اللي عنده يتحول من سائل مشبع الى بخار، وبالنتيجة ام دوت اكزيت نحسبها من هاي العلاقة اللي هي الدراينس فراكشن بالاكزيت في ام دوت اللي هو بالداون كامر. طيب اكس اكزيت حسبناها 8% وام دوت بالداون كامر نحسبها من هاي العلاقة اللي هي تمثل لك رو فلويد من جداول البخار جبناها في معدل سرعة الماء داخل الداون كامر اللي قلنا قيمتها معطاة بالسؤال، في مساحة الداخلية لمقطع الأنبوب للداون كامر في عدد الأنابيب اللي هو قلنا 1، المساحة الداخلية تساوي باي على 4 في القطر الداخلي أو مربع القطر الداخلي للداون كامر. طيب هو أعطانا القطر الخارجي والسمك، نقدر من هاي العلاقة نحسب القطر الداخلي للأنبوب يطلع 64 مليم، نطبقه في هاي المعادلة على مود نطلع ام دوت بالداون كامر نضربها في الترانس فراكشن بالاكزيت تطلع ام دوت اكزيت، نخليها بهاي المعادلة ونحسب الفيض الحراري اللي يسقط على المساحة اليونت بروجكتد اريا للرايزر تيوب. بهذا المثال الثاني عندك داون كامر رايزر سيركت ارتفاعها 15 متر وضغط التشغيل للمرجل 160 بار، الرايزر يستقبل هنا يونيفورم هيت فلكس، وبالنتيجة راح نعطيكم المعادلة اللي من خلالها راح نحسب الرو مين لأنه هو غير يونيفورم هيت فلكس ان ساتوريتد ووتر، هذه ساتوريتد ووتر يدخل الى الرايزر وهذا يستلم يونيفورم هيت فلكس رايزر. الاكس اكزيت كواليتي از 50%، الاكس بخروجه من الرايزر تيوب تقريبا يعني بنعطيها قيمتها 50%. احسب دلتا بي درايفنج بريشر، لازم للتدوير الناتشرال سيركيوليشن لمنظومة تدوير الماء، اخذ قيمة السليب فاكتور 1.2. اذا المطلوب نحسب دلتا بي درايفنج بريشر، فالاتش معطاه بالسؤال قيمته 15 متر والجي نعرفها 9.81، بقت نحسب الرو فلويد والرو مين. الرو فلويد نجيبها من جداول البخار عند ضغط التشغيل 160 بار ونقول 1 على في اف تساوي رو فلويد، اذا هاي اصبحت معروفة. بقت عندك الرومين شلون نحسبها من هاي المعادلة الطويلة اللي نعطيك اياها بالسؤال، لازم نعرف الرو فلويد والرو غاز والبساي والفويد فراكشن، ولا تنسى هنا عندك اللين. الرو غاز نجيبها
من معرفة الفي غاز نقلبها ونحصل الرو غاز من جداول البخار. القيمة الثانية نحسبها لبساي اللي هي بمعرفة السليب ريشيو، نعطيك اياها بالسؤال، وقسمة الفي اف على الفي جي ونضربها في السليب ريشيو راح تطلع قيمة لبساي. اما الفويد فراكشن نحسبها من هاي المعادلة، لبساي اصبحت معروفة والادرانس فراكشن معروفة، فنطبق القيمة وتطلع لنا الفويد فراكشن. وبالمناسبة الفويد فراكشن لازم قيمتها اقل من واحد، وطبعا اكثر من صفر. طيب هنا اصبحت كل القيم جاهزة، نطبق المعادلة هذه المعقدة نوعا ما، نحسب الرو مين، وبالنتيجة نخليها بهذه القيمة، نحسب دلتا بي راح تطلع لنا قيمتها بالباسكال، نقسمها على 1000 تطلع 38.6 تقريبا كيلو باسكال. لهنا نكتفي بهذا القدر محاضرتنا لهذا اليوم، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل باقي الأجزاء الداخلية للمرجل، وشكرا.